لكن من يومين تم الإعلان عن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في فروعه المختلفة في الأدب والشعر والترجمة والقصة القصيرة وكمان أحسن ناشر. ده غير كمان يا شاذلي من فروع الجوائز الثقافية، عشان كده احنا النهاردة بنحتفي بهذه الجوائز، وكان لازم نعرفكم على ضيفتنا النهاردة رضوى مبابي. دي فازت معانا أو فازت بجائزة الترجمة لأدب الطفل عن عملها يوميات طفل يقرأ. صباح الخير عليك يا رضوى، واهلا بيكي والف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. صباح الخير عليك يا رضوى. الله يبارك في حضرتك. مبروك مره ثانيه. الله يخليك. يعني في البدايه حابين نعرف منك الكتاب اللي انت قمتي بترجمته. ويعني هو اسمه يوميات طفل يقرا. احكي لنا اكتر عنه. انا ابتديت ترجمه الكتاب ان شاء الله من شهر رمضان اللي فات، كان بالظبط ابريل 2022، كان رمضان اللي فات. يوميات طفل يقرأ لكاتب أخذ جوائز على، فهو متخصص في أدب الطفل، والرواية خدت جائزة الأعمال الأدبية المتميزة وتحولت لفيلم في 2012، والفيلم فاز بجائزة أحسن فيلم في الطفل، واتعمل كمان جزء تاني للفيلم في 2013. يوميات طفل يقرأ هي ثلاثية، في الجزء الثاني ليها اسمها المفصل الأزرق والمفصل الحجري الأزرق والزهور والأغاني. وإن شاء الله هي الترجمة طبعا تبع شركة بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية، وإن شاء الله الشركة تسعى لترجمة بقية الثلاثية. الجائزة احنا شاركنا فيها، انا بصراحه ما كنتش متوقعه يعني ان الفوز يكون ليها، بس الحمد لله التوفيق من عند ربنا. فازت بجائزه احسن كتاب مترجم في ادب الطفل. هو مترجم من لغه ايه؟ الصيني. الصيني، اوكي. طيب هل بيبقى في تقدم في معرض الكتاب للمشاركه فيها الجوائز؟ يعني انا بروح اتقدم؟ طبعا. امتى قررتي ده؟ ده هو طبعا مديري استاذ عمرو مغيث هو اللي خد المبادره دي وقال لي هنقدم في المسابقه. كان تقريبا من قبل ما معرض الكتاب يبدا. بس احنا ان احنا نفكر ان احنا نقدم، معنى كده ان احنا عارفين ان احنا عاملين حاجه كويسه ومرشحه كمان للفوز بجائزه. ما هي طالما الجائزه الروايه نفسها في الصين لما المؤلف الفها خدت جائزه، فده بيبقى معناه ان الروايه مميزه قويه، وعلى هذا الاساس ممكن الناس تختار في الترجمات روايات بالفعل حصلت على جائزه في الصين نفسها، فرص ان هم يحصلوا على جوائز هم كمان بتكون اقرب. بالظبط. ايه اللي شدك في الكتاب ده بالتحديد؟ اللي شدني في الكتاب اولا ان هو بيعكس مشكله مهمه جدا بتعيشها الاطفال في مصر وفي الصين وفي كل حته، ان الاباء بيلتفتوا للعمل وبينسوا الطفل تماما. هو سايبينه، هو الطفل سابوه مع جده وهم بيروحوا للمدينه علشان يشتغلوا ويسيبوا التربيه لجده. فطبعا هو بيحس بالوحده، وكان بيحلم بيهم ويقوم يبقى مفزوع يقول ماما بابا حاجات كده. فدي مشكله، وحتى دي برضو عندنا في مصر هنا برضو. في كتير بيسيبوا الاطفال لدادة. قصه الكتاب بالتفصيل. الكتاب هو الطفل بتبدا القصه مع الطفل مع جده، وان والده ووالدته في بكين للعمل، وهو بيبقى مع جده في الريف. وبعد كده الجد بيتوفى، فبيضطر ان هو ينتقل للعيش مع المدينه، وهنا بقى بيحصل له اضطراب، هو مش واخد على الجو طبعا. وبيتصدم طبعا جدا ان جده خلاص ما بقاش موجود، وبيبقى هو كمان طفل صغير، هو مش مستوعب هو انا جده راح فين، مش عارف. وكان متصاحب على كلب صغير، هو كان معتبر ان الكلب ده هو صديقه يعني. لما اتنقل للمدينه ما كانش قادر ان هو ياخد الكلب معاه، ففي صدمات كتيره في حياته كتير جدا. بعد كده حاول يتاقلم مع جو المدينه، والكلب رجع تاني معاه، وفترة في نهاية القصة الكلب نفسه بيتوفى برضه. فبرضه قصة حزينة. قصة حزينة. بس هي بس أكيد في عبرة في الآخر حلوة منها. طبعا. هما الأب والأم ما كانوش مقدرين، يعني هما كانوا فاكرين ده مجرد كلب، يعني ما أنا أجيب لك واحد غيره عادي. بس هما ما كانوش مقدرين قد إيه هو متعلق بالكلب ده. فهم قالوا له بعد كده بقى لما الكلب مات وفضل يتكلم معاه، فاكر ان هو لسه هيتعالج ويبقى كويس يعني، قالوا له احنا اسفين ليك جدا، ما كناش مقدرين انت قد ايه متعلق
بالكلب صديقك ده. ووالده جاب له كلب تاني زيه وسماه نفس الاسم، لكن برضه هو لسه متعلق بالقديم. طيب تأثير غياب الوالدين، يعني احنا عشان الناس اللي بتشوفنا دلوقتي عايزين نعرف تأثير في هذه الرواية في هذا الكتاب، تأثير غياب الوالدين عن الطفل ازاي كان مؤثر عليه؟ كانت الحالة النفسية بقى صعبة، كوابيس بيقوم يقول بقى ماما وبابا ما كانش عارف يتأقلم مع اللي حواليه، دايما بيبقى في المشاكل في الدراسة شوية، ما بيشوفهمش غير كل سنة مرة، هما بيجوا في عيد الربيع مش هيحكي لهم حاجة عمره يعني. يعني هو كان يعني مكالمات بس عبر التليفون وخلاص، وما فيش تواصل يعني قوي. فده طبعا بيأثر على نفسيته بشكل سيء جدا. ونرجع مرة تانية لضيفتنا في الاستوديو رضوى. رضوى، يعني الكتاب مترجم من الصينية للعربية. الصيني يعني أكيد لغة مش سهلة، صعبة طبعا. فأنت كتاب بحاله أنا مش عارفة كم صفحة، أكيد معدي 300 صفحة تقريبا. خد منك وقت قد إيه عشان ترجميه؟ الترجمة تقريبا حوالي 4 شهور. يعني من رمضان انت كنت حكيتي من من رمضان وخلص من بعديها ب3 شهور يعني. قعدنا ابريل تقريبا 4 شهور 3 شهور ونص. بتعملي ايه بقى عشان تخلصي الكتاب؟ بتاخدي وقت قد ايه؟ هو في الاول في الاول يعني الكتاب بياخد مراحل في الترجمة. في الاول بنكتب زي مقال كده عن الكتاب عبارة عن ايه، بيحكي عن ملخص عنه وعن الكاتب، ولو الكاتب خد جايزة ولا لا، الكتاب خد جايزة ولا لا. وبعد كده بنقرأ الرواية كلها في حوالي 2 أسبوع او 3 أسابيع، وبعد كده ابدأ الترجمة فيه. انا كان دايما بحب ان انا اقرأ الاول قبل ما ابدأ الترجمة. يعني في الاول بجيب اي رواية مصرية عربية اقراها الاول وبعد كده ابدأ الترجمة علشان اخد الاسلوب، لان في الصيني اوقات كتير بتبقى الجملة بتوصف حاجات بكلام كتير قوي، لكن اللي بيعادلها في اللغة العربية بتبقى هي جملة واحدة بس. لا والثقافة كمان مختلفة. طبعا الثقافة بقى بتحتاج مننا سيرش في الصيني نفسه علشان نعرف هم قصدهم ايه. يعني هنا مثلا في يوميات طفل يقرا، هو كان بيعلمه القرايه الصيني، بيعلمه حكم صيني. فعلشان نوصل بالظبط للمعنى او حاجه ما يشابهها في العربي، دي بتحتاج سيرش كتير، وقت كتير. بعد الترجمه بتيجي مرحله المراجعه. اول مره بتكون مراجعه للترجمه نفسها مع النص الصيني. بعد كده بنفصل شويه بقرايه حاجه او بقرايه حاجه برضو في العربي، وبعد كده بنرجع تاني نراجع عليها. المراجعه الثانيه بقى بتكون مراجعه على الاسلوب، على الاسلوب اللغوي والاخطاء النحويه. لما بتفصلي بالعربي ده بيساعدك على ايه؟ انك تركيزك يروح لحاجه ثانيه فترجعي مركزه ثاني يعني؟ بالظبط كده. طيب ده عظيم جدا. زي ما الكتابه للطفل مختلفه عن الكتابه بشكل عام، فاكيد الترجمه للادب مختلفة عن ترجمة أدب الطفل. حاجات في تنتان وميكي وحاجات زي كده علشان تبقى اللغة بسيطة يعني. لأن أنا عامة أنا بحب الأدب، أنا بقرأ أدب من إعدادي يعني. فساعات أوقات كنت بلاقي وأنا بكتب اللغة تبقى صعبة شوية على الطفل. فكن لازم إن أنا أقرأ حاجة تبقى مناسبة للطفل. أنت بقالك قد إيه في المجال ده؟ أنا اتخرجت 2016. ترجمت الأول رواية كانت اتنشرت في الهيئة العامة للكتاب 2020. بعد كده بقى بدات رحلتي مع بيت الحكمه الاستثمارات الثقافيه 2022. انا كنت بسالك عشان اشوف انت عاصرتي اجيال كتيره من يعني بداتي من بدري شويه، فلسه انت في الجيل الاول يعني. رضوى، يمكن احنا دايما بنتكلم عن معرض القاهره الدولي للكتاب مناره للعالم كله، انه يجي هنا ويشوف الثقافه مش بس المصريه والعربيه، لكن العالم ينفتح على بعض ونشر كده للثقافه والمعرفه. من ضمن ده احنا حابين ان احنا يمكن ثقافتنا كمان تبقى معروفه لدى العالم اجمع. هل فكرتي انك تترجمي بشكل عكسي، انك تاخدي الروايات العربيه تترجميها للروايات الصينيه؟ الصينيه هو يعني هو ده الافضل، ان هو يقوم به حد صيني، لان هو بيكون ادرى الناس باللغه الام. لان ممكن يكون حاجه مثلا فيها لهجه وكده، فده بيبقى الافضل ان هو يكون. واحنا الافضل ان احنا ننقل الادب بتاعهم للعرب. فده بيكون افضل، الترجمه بتطلع بقيمه افضل. هي
نشكرك يا رضوى، يعني ألف ألف مبروك. الله يبارك تاني. ويعني إن شاء الله تفضلي كده مكملة ومن نجاح لنجاح. كل شكر ليكي رضوى إمبابي المتخصصة في ترجمة أدب الطفل. شكرا جزيلا ليك. الله يخليك.